العمال ما غاديش نسمحوا فيهم. اي وشي انت ولاو يكلف لينا، ولاو يكلف لينا هادشي الارواح ديالنا، والله حقنا ما يسمحوا فيه. والله ما يلعب علينا شي واحد في بلادنا، هادي راه بلادنا قاموا عليها اجدادنا، وراه ما غاديش نخليوها لمنولا يجي يدير فيها ما بغا. إذا كانوا الصبار عندهم ميزات ديالهم بوحدهم، راه حنا نسدوا السياسة ديالها بالقانون. اللي عنده اكارت مغربيه من الكويره حتى طنجه مغربيه، الا هو عنده النظام ديالو بوحدو بغينا المخزن يشوف معاه، لانه تحدى السلطه تحدى المحضر. فين غادي يشكيو؟ قالنا حل الواحد، اما غادي يقتلوا روسنا او لا غادي يمشيو بمسيره سيدنا الله ينصره هو اللي غادي يفكنا الفلوس. هادشي كنجبد الاخوان صدمون مع الاخوان ديالنا المعتصمين، ما سمحوش بهم باي شيء. يا عمان ضموا 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 ضموا. كنجدد التحيه، كنجدد التحيه ديالي للساكنه ديال مريرت، سادنا في هذه المحنه هذه، وكنحيي قبيله ايرشكيك الواد سي حمدو حمد اللي ساندوا العمال، اللي ساندوا الابناء ديالهم في هذه المحنه هذه، ساندوا العائلات ديال العمال. والنظام ديالنا ان شاء الله مازال غادي ياخذ اشكال تصعيديه امام هاد الاوضاع المزريه اللي كيعيشوها الابناء ديالنا، حاله انتحار. نساء يا رجال تحيدا في النضال، يا نساء يا رجال تحيدا في النضال، أقرب وقت ممكن قال لحل المشاكل ديالنا، وسيرتو السيد العامل اللي هو أعلى سلطة في الإقليم. كما كان حريكم الإخوان، وكنجدد أننا غادي ناخذوا أشكال تصعيدية في النضال ديالنا. اللقاء ديالنا إن شاء الله غدا هنا مع الستة، ما كان والو، راه حنا غادي نطلعوا نمشيو غادي نديروا مسيرة الرباط.